مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم؟ الخروف جاء إلينا في المرة السابقة. نتطلع اليوم لأحد يساعد هذا الخروف، لذا هل تريدون الذهاب في رحلة مع قصة اليوم؟ الشمس جاءت إلى الأرض وقالت: أيها الأرض، لقد وجدتها، لدي صديق يمكنه مساعدة الخروف. ناين، هذا الصديق يسمى الإنسان، هل نبكي؟ أجابته الأرض: أوه، الناس؟ من هؤلاء الأصدقاء؟ أنا حقا أتطلع لرؤيتهم، صرخ الاثنان معا. الإنسان الذي سيكون صديقنا جميعا اليوم، تعال إلينا. ثم كان هناك صديقا سيأتي إلى الخروف في وقت لاحق. لقد كان صبيا صغيرا. الطفل اقترب من الخروف وقال: أوه، لا يمكنك أن ترى؟ لا تقلق، سأكون عيونك في المستقبل. دعنا نغادر كل زاوية في الحقل وخارج الحقل. دعونا نرسم الصبي الذي ظهر في القصة. لقد كانت قصة كلامية مع الخروف. لأننا رسمنا الخروف في المرة السابقة، سأرسم الإنسان فقط. المواد التي نحتاجها هي الورقة وأقلام التلوين. أرسم الوجه بدائرة أولاً. أرسم الوجه مستديراً أولاً، ثم سأرسم شكل الوجه هنا. وأنتم تفعلون هذا ستبدو كوجه الصبي. وأرسم الرقبة بمربع صغير، ومن الأكتاف هذه أرسم الأذرع إلى الأسفل. من فضلكم أرسم الخطوط وأقسم منتصف الجسم والأذرع. هذا سيكون بوضع منتصب. وأرسم الأذنين كدوائر صغيرة بجانب الوجه. ثم أرسم الوجه أولاً. أحاول أن أرسم شكلاً عليها. إذن لونوا الوجه. الأذنين والرقبة بلون مشمشي. ثم سألون شعره بالبني. يمكنكم تلوينه بلونكم المفضل. أعتقد أنه من الجميل أن تلونوا شعره باللون الذي يود أصدقائهم أن يصبغوا شعرهم به. سألون الشعر هكذا. سألون الوجه باللون الزهري. فم، أنف، وعيون مبتسمة. ضعوا لونا ورديا على الخدود، سيكون هذا جميلا. ثم سأقوم بتلوين الثياب. الآن أريد تلوين الأذرع بالبرتقالي أولا. فكروا باللون الذي تحبونه. لماذا لا تلون الثياب باللون الذي تحبونه؟ ثم الجسم، سألون الجسم بالموف. حتى الثياب
جميلا أن تلونوها بلون واحد، ستبدو جميلة أكثر بأكثر من لون. خصوصا بالتلوين، كلما استخدمتم ألوانا أكثر ستبدو أجمل. نعم، لونت الداخل بالموف، وسألون ذراع واحد بالزهري. نعم، كل الملابس ملونة. الآن، أليست مملة هنا؟ أود منكم أن ترسموا ما تريدون حول الطفل. سأحاول رسم شكل القلب. لنرسم القلوب. إنها كهذا الشكل المستدير. القسم العلوي مدور. سأرسم نقطة من الأسفل. أرسم الجانب الآخر مستدير أيضاً. الأسفل كهذا. لذا القسم السفلي مدبب. يمكنكم أيضاً تلوين القلب. ليس عليكم أن تلونوا. يمكنكم فعلها كما يحلو لكم. سأحاول بقلب آخر. قلب أصغر قليلاً. وقلب آخر أكبر قليلاً. وقلب صغير. وقلب كبير أزرق. وبني. وبنفسجي. وزهري أيضا. لقد حاولت رسم عدة قلوب. هذا الطفل يبدو سعيدا جدا. نعم، الخلفية مستديرة. هل قمتم بتلوين الغيوم بهذا الشكل؟ هذه الخطوط جيئة وذهابا. أريد ملئها. أعتقد أنه يمكننا إظهار استمتاع هذا الطفل بشكل أفضل. لذا أظهروا قلوبكم الفرحة في هذه الخلفية. إنه أفضل من لا شيء. إذا أظهرت هذه العقلية المتمتعة بالخطوط، الصورة ستصبح رائعة. نعم، إنها انتهت. أصدقائي، كيف كان درسكم اليوم؟ لقد رسمنا شخصاً لأول مرة اليوم. لا تظنوا أنه صعباً جداً. إذا ظننتم أنه شخص، سيكون شخص. لذا سأنتظركم في المرة القادمة. سنلتقي لاحقاً. باي باي.